ما من الكرة الأخيرة إيهاب المقلج في حوار مع نور مخلوف. جا السلام عبلو، عبلو مع بيزيرمان تيمشي 17، عبلو عبلو من جديد يلف في دور، يلعب الكرة باتجاه المعتصم، اسكندر يزيد في السرعة، طارت لا يجيبها اسكندر ولا فريق المدينة. شفنا فرصتين كانت من المعتصم، اسكندر تصدى لها عماد رشب، والثانية كانت أمامنا السيد مفتاح العالمي. قطع وسام البدوي. تعود الكرة من جديد في انتظار السافرة والتنفيذ. بحير يلعب كرة طويلة لمن تكون أقرب، ياخذها مخلوف. حلوة اللعبة وحلوة الكرة من حمودة مخلوف. شوف الإعادة، رأسية بوشناف، ياخذها مخلوف بالصدر بطريقة ولا أروع، والتسديدة، ولكن عويضة، عويضة مميز في التقاط الكرة في اللقطة الأخيرة. اللاعب اللي يحمل الرقم 9 أمامنا السيد عمر المريمي مدرب فريق أبو سليم. إذن الصافرة وخطأ لمصلحة فريق المدينة في الشوط الأول حتى الآن 0-0، لازال التعادل السلبي. مسالم فدى الكرة داخل المنطقة لمن تكون، خطيرة الكرة، صعبة يا سلام، مصدق يصدق على الهدف الأول لمصلحة المدينة. المدينة هي العرضيات، شو أمام من الإعادة، شوف الكرة من السلام عبلو، يختي عبد العزيز القمصي، بوم، هو مصدق الأعمامي همان في هذا اللقاء اللي قدموا مستوى الشوط أول كبير وكبير هلبة. تعود الكرة من جديد لأبو سليم عن طريق محمود بحير، يمشي بلمسة إلى محمد مخلوف، حمود يلعب الكرة في منتصف الميدان، يخطي، تعود الكرة السريعة نور مخلوف، يلعب الكرة، يا سلام يا سلام، الثاني للأبيض والأسود، جول 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 جول، ما توقعتهاش وحفاضي ما توقعهاش، مخلوف بعين ولا اروع امام من الاعاده، شوف الكره لعيبه، يا سلام يا سلام يا سلام، حلوه من انور مخلوف، حلوه من انور مخلوف، حلوه من انور مخلوف، يا سلام انور مخلوف لعب الكره، شوف يا سلام يا سلام، خطف التقدير من عماد الدين الرشب باتجاه بيزيرمانت من المعتصم. بوشناف لعب الكره على جهه اليسرى في انطلاقه ومحاوله مره ثانيه، جدور سهله في احضان محمد عويده. كره ثانيه مخلوف، يلا يا ولدي سالم الرواني حامد، يترك الكره المعتز بن حامد، يرفع الكره خطيره لمصلحه فريق ابو سليم، ولكن التدخل من جاكي هامان في مره اولى والثانيه لتبعد من جديد. تعود الكره سريعه لمن يقابل، تعود بالراس من انور مخلوف، تمشي الكره لمصلحه فريق ابو سليم، معتز بن حامد يلعب الكره باتجاه ماهر، يمشي السبعه خيتوني، خيتوني العرضيه، البحث عن راسيه بوشناف، ولكن اقرب الكره لمصلحه فريق المدينه. تعود من جديد باتجاه موسى ابو بكر امامنا السيد حفاظي ربيش، تمشي الكره، حكم الاقامه ماذا يقول؟ صافره ثاني، المدينه يتقدم بهدفين وقبل لا شيء، عزه على حافه المنطقه يكسر لعب، يمشي بالحامد، يا سلام التسديده ولا اروع امامنا معتز بالحامد، والتسديده الاخيره التي كانت تصدى لها محمد عويضه. اسعد بحور، العرضيه من بحور خطيرة جدا، مانت لمصلحة فريق ابو سليم، لعب الكرة على الجهة اليسرى في انطلاقة، جذور، جذور يبحث عن العرضية، عرضية مميزة، يا سلام من ابو شناف، حكم الإقامة ماذا يقول؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء لمصلحة فريق ابو سليم. هنا الإعادة، سنشاهد الإعادة، هنا الكرة التي رفعت من جذور على على وعويضة على ويسجل، يسجل، يسجل على الجدار، أولى أهدافها في مرمى فريق المدينة. طريق على الجدار أمام الإعادة بكل هدوء، على وضعها على يسار محمد عويضة، الصافرة وخطأ، سالم عبلو يلعب الكرة من جديد داخل المنطقة لمن تكون، عمر العربي يحاول بالراس، خلص 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 يا عباني، الكرة الثابتة وعرضيات وكروسات عبلو هي من صنعة الفارق، شوف العرضية، كروس من عبلو، عمر العربي بالراس، بوم، حسام العباني يوكد الكرة في شباك ابو سليم، ثلاثة اهداف ويخلص بالهدف الثالث، تلعب الكرة هنا العرضية والثانية، واحدة اثنين الثالثة في المرمى لمصلحة فريق المدينة، مدينة يعود، قلت أخيرا عبد الحفيظ ربيش وجد وجد الخلطة، وجد السر لفريق المدينة، المرة الثانية كانت تتنفذ الركنية من جديد، يخرج عويضة، كرة خطيرة صعبة، وبوشناف يقلص الفارق.
الفارق المعتصم بوش عن انتهاء أحداث الشوط الثاني واللقاء بفوز فريق المدينة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أمامنا يعد كرة المعتصم وهدف المعتصم بالله بوش ناف